السلام عليكم، معكم هيام ستار. طبيعة الحال انا غنية عن التعريف، العالم كيعرف هيام ستار. انا بوت بنتي كرا لي هاد الدار، كريناها انا وياه، عندي بنية، جا عندي قال لي غنردك غنرجعك. فرحت به، عرفت على المشاهير، عرفت على الناس، درت الحفلة، خسرت واحد جد المليون في العراضة، في كل شيء. في الاخر كنكتشف وحدة كتقول لي جيت شوفي شي ناس هاجمين عليك، كندخل كنلقى الباب مهرس ديال واحد الماريو، فلوسي ما كايناش. قلت لها ما كي اختي، وجات دخلت عند الناس كتغوت، راه الشهادة ديال كل شيء، هادو كاملين اللي حاضرين يشهدوا، يعني هجمت عليا في الدار. كنتي حاضر يسرى موت الشوك؟ لا ما نجبد حتى واحد. شوف راه المغاربه كانوا حاضر، اسكت عافاك، راه المغاربه كانوا حاضرين، راه كنا دايرين لايف، راه المغاربه، راه العالم كان شايفنا دايرين عرس وحفله. كلشي احتفل معانا. لا راه عارفيني انا فرحانه، وانا بالرجوع ديال بوات بنتي باغي يرجع ليا. انا فرحت، انا بديت مع الجوج لان كنعرف القوانين، عارفه ان الجيران ساكنين هنايا، عارفه ان ما خصش يكون صداع كما كتشوفوا هذا الشيء. شوفوا انا كون ما كنتش كنخلص ما غيخليونيش في الدار. سمع المغاربه كاملين عارفين كل شيء، وكندير وهاد الدار كريته بلا اوراق، ولكن راه كندير فيديوهات ولايفات. المغرب كامل عارفني ساكنه في هاد الدار، وعارفه ان بوات بنتي كيجي عندي. هاد السيده هادي هجمات عليا، قلت لها علاش اختي هاجمه؟ الناس كانوا جالسين تخلعوا، كلشي مشى فحاله، يسحبنا بحال الفاسدين ودايرين شي حاجه خايبه. حتى كندخل البيت كنلقى الماريو مهرس وفلوس ما كايناش. انا هاد الناس هادو غادي نتابعهم اول حاجه على الحفله اللي خسرها فيها زباله فلوس وخسروها ليا وخلاو الناس. انا فراسك الناس دابا مشات لك ديال الفلوس عاجبك؟ 10 د المليون كانت عندي في الباب، وعاد 2 د المليون خسرها في العرس، يعني ما بين الموسيقيين. قلتي اليوم كنتي باغا تفرحي غير بنهارك تتعرف فيه. انا المغاربه كاملين عارفيني فرحانه ببوت بنتي حيت رجع ليا وباغي يردني. دابا هاد الشيء هذا اللي دارت هاد السيده انا غنتابعها عليه. شحال من واحد؟ كاينين جوج عيالات ولا معرفت مع انا ما حسبتهم. المهم انا بانوا لي جوج عيالات، جوج عيالات ومرا كبيره، جوج عيالات هادين الاولاد ومرا كبيره وراجلهم وراجل. المهم انا خوتي شوفوا انا ما نتقلش، انا اللي شفت ان جوج عيالات هجموا عليا في داري، انا بغيت القانون يتابعهم، وانا طبيعة الحال غادي نتابعهم. شوفوا اول حاجه الانسان تيكون مشهور تيكون متبوع، فهمتي؟ يعني انا اي فوس كنت هنا الجيران كاملين عرفوني ساكنه هنا، وتبارك الله الجيران الله عمرها دار، وبزاف ديال الجيران قبالتي فرحوا بيا. وتا واحد السيده راه كتسكن هنا كانت كتجي تشقى عندي وكتقول لي عائلتي كلشي كيتبعك. طبيعة الحال الناس كاملين كيعرفوا هيام، ولكن هاد السيده هذه ما عندهاش حق تهجم عليا نهائيا. الا درت لك اختي شي حاجه سيري للمخزن، اما باش تجي وتدخلي وتخلع عليا الناس والماريو ديالي مهرس، راه ما نسكتش وغنتابع. السلام عليكم خوتي، انا اليوم النهار اللي بغيت نرجع فيه، انا اتفقت انا ومرتي اننا نرجعوا لبعضياتنا وغنديروا عقد الزواج ديالنا ونديروا حفله يفرحوا بها المغاربه كاملين. والمغاربه كاملين كانوا مشاركين هذا اللايفات، وكلهم كانوا محتفلين معانا في اللايفات ديالنا. كنتفاجئ واحد شويه كنلقى واحد العصابه تهجمت علينا اللي من طرف جوج عيالات وراجل ومعاهم جوج دراري ومع ثلاثه اللي اخرين ما عرفناهمش شكون هما. انا كنصحابهم من لي فان ديال الناس اللي جايين عندنا. شويه نتفاجئ بان تفرات لينا 10 المليون من الدار. انا اللي ما فهمت حتى شي حاجه كيفاش هزات الفلوس من البيت ديال النعاس. الحاجه اللي ضرتني ان داك الفلوس اللي خسرت، وكنت شوف سبحان الله، شوف باش عرف بنادم حساد. شوف انا من نهار فرحت براجلي ودرت هذا الشيء، شوف واش داروا ليا. ولكن حيت امي والمغاربه المغرب كامل عارفني مريضه وعارفني ما تطلع ليا القرده، راه هذا الشيء اللي داروا راه ما سكتش عليه، ورزقي راه غير جا عليا، وكرامتي ترجع ليا قدام الناس. لان عرفتي باش يجي عندك واحد مشهور وانت هي مشهوره في الاخر تبان له روينه، راه يخاف منك. مره اخرى ديري شي عراضه ولا شي حاجه يقول لك هذه عندها الشمكيره، كاين صداع من جيش. هذا الشيء اللي وقع راه ما نسكتش عليه انا. منك الصور ديال الدار سدد الباب. لا ما سدوش خليه محلول، اللي بغى يدخل مرحبا به. لا خويا هاد الشرتي خلع شي حاجه ديال العين. لا ويلي هاد الشرتي هذا شي قانوني وقدام المغرب كامل. واش خلعتي اليوم مع بنتك؟ شفنا بنتك كتبغي. هاي بنتي معاويه، هاي وبنتي ومن بينواش من بينواش. تفضلي اختي. ويلي راه بنتي جرتني طلعت في الدروج طاحت بدات واحد الحاله. ولكن شوفي انا صيفط لها ميساج قدام المغاربه، شي انا غنيه عن التعريف والمغرب كامل كيعرفني وعاش محمد السادس. ولكن انا اصلا شوف قلت حاجه، انا اصلا شوف دويت معاك قلت لك الجوج ما بغينا المنبر اعلامي وتش حاجه تحضر. قلت لي لا خلينا نديروا هذا الشيء عادي،
شوف انا اصلا انا ما بغيتش تشي حاجه، راه ما تعصبش خلينا نهضر، راه عصبوني هادو اصلا عصبوني انايا. شوف راه ما كاين السيبه في المغرب، هاد السيده اللي هجمات راه غتمشي للحبس، راه ما كاين السيبه، راه ما عندهاش حق تدخل، راه الدار انا اللي كاريها، واخا بلا ورقه العالم عارفين ساكنه فيها، راه نتابع علاش تدخل، ما عندهاش حق تدخل عندي. واش هادشي هذا في لي فان ولا الاعداء ولا شنو هو؟ ما فهمتش، واش محرسينكم علينا باش تجيو ديروا لنا هادشي؟ هذا هو اللي كان عندك غتفرح فيه وغادي تشارك. واخويا هما قلبوا لنا على ظهرنا، انا فاهمين شي حاجه حنايا. انت سعيد من رجعتي؟ انا كنت سعيد، كنت سعيد، دابا هادو طيروا علي الفرحه كلها. انا شوف انا تقول حاجه، حشومه عليكم، المغرب كامل عارف ما هو يام، والمغرب كامل عارف هذا بوات بنتي، راه حشومه تهجمي عليا، ما حنا جايين كنفسدوا، ما حنا هذا راه بوات بنتي، يعني انا وياه راك زوج. حنا رجعنا وعارضين على لا فام وعارضين على العائلات وكاملين كلشي باش يحضروا معنا الرجوع ديالنا. هادشي هذا مشكل طاري قبل ربع سنين ومع خمس سنين قبل. هويام تطلع وتدير لايفات وتدير مع شنو هو على قبل شعيب وكذا باش يرجع ليها، نهار رجعنا ديروا لنا حنا هادشي هذا وتجيو تهزوا لنا من البيت ديالنا 10 المليون، وشكون نتوما العصابه المهجمين علينا؟ انا نتوما جيتوا، انا تنعرف هذاك الراجل اللي كلات من عنده النهار الاول مرتي اللي كانت مرتي ودابا انا ولات مرتي قدام العالم، رجعنا عاوتاني هذاك خونا مقطوع عليه ايدو غتجبدوه وغتجيو نتوما دوك العصابه اللي كلكم عيالات جيتوا ومعاكم جوج ولاد اخرين اللي ما عرفناهمش حنا شكون هما، غتردوا لنا الاعتبار ديالنا حشومه من هذا المنبر هذا. بانوا لنا الناس بزاف اللي كانوا حاضرين والناس راقيين. انا خويا انا دوك الناس اللي كانوا في الطوموبيل هما خمسه ومع سته وتنعرف واحد فيهم هو اللي كان كاري الدار المدام هو اللي مقطوع عليه ايدو صافي. لا كنسولك على الناس اللي كانوا جاو معروضين للعرس عندكم. هذوك كلهم لا فامي ديالنا وكلهم صحابنا وكلهم من المشاهير وكلهم اسمائهم عندنا وكلهم مجمودين في الفيديوهات وكلهم كاينين حاضرين معانا، واش واقع ها هي كاينه معانا وحاضره وشاف ويعني سجلات كلشي ودارت اللايف على كلشي، يعني باش بنادم غيتهمنا بشي حاجه اللي ما كايناش حنا غنخرج لكم في عينيكم وانتوما تعديتوا علينا ورجعوا لنا رزقنا اللي تجيتوا لينا. خويا هادشي بزاف وعاق الله، خصوا لي الضرعه ديالي وقسما بالله يا الدار يا غي خذ لي المخزن حقي يا ما نقولش لكم اش ندير، حيت انا خسرت الفلوس باش نفنزي باش نشط باش يجي عندي بنت بنتي باش نكبر بيه وباش يرجع، ولكن وحياته امي اللي عاز ما عندي. عاش الملك وراه عندي ثقه في المخزن وصافي. واش الناس هادو بغيو يطيحوك عايشه يعني شافوك غادي تبارك الله مزيانه؟ لا شوف شوف خويا انت مغنيه تبارك الله. خويا بزاف هذا مع هذا الشو هاد الناس اللي جاو ما تنعرفوهمش حنا تنعرفوهمش حنا تنعرفو واحد الله يعمرها دار جا وبقى برا ما دخلش للدار وهضر معانا مزيان وركب مع الناس اللي جاو تجمعنا في الطوموبيل واللي تسبوا في السارقه ديال الدار. كانوا مع داك السيد اللي كنعرفوه حنا مولا الدار تنعرفوه. خويا بلاتي نقول ورا المغاربه كاملين فرحانين بان بوات بنتي رجع ليا، ولكن حشومه مولات الدار كنخلصك كل شهر كنعطيك 3200 درهم وعاد الموضه وعاد السمسار كل نهار كنخلص فلوس، هما الجيران كيعرفوني كلشي كيعرفني، ولكن باش تدخلي مهجمه اختي غيعيطي ليا دقي يقولي لي بغيت السيده اللي كاريه ونخرج عندك ودوي معايا قولي لي هويام راه صداع ولادي نحبس كلشي ونعتذر للناس وكلشي، ولكن باش تهجمي وتخلي الناس يهربوا وكلشي تخلى يسحبوني انا شنكاره راه ما غنسكتش. واش حنا في ديسكوتيك؟ واش حنا في ديسكوتيك باش دير لنا الحاله هادي؟ حنا كاريين عندك الدار الا انت كنتي كتكريها النهار، حنا كاريين عندك الشهر وعائله وفامي وعندنا بنت بيناتنا، ماشي كاري عندك النار نجيو نفسدو فيها ونديرو لك فيها ديسكوتيك ونزهو لك فيها ونجيبو فيها الدريات اللي الله ما عرف شنا هو غنبدا ندوي. شوفي شوفي عرفتي تيقول لك واحد المثال الهاجم شرع، جاب الله لقينا الناس العمره دار فارقوا راجلي حيت كان يضارب معاهم فارقوهم لان كانت الروح طيح، عرفتي باش واحد يهجم عليك وانت فرحانه ودايره واحد الحفله يعني بحال العرس دايره حفله وخاسره فلوس باش واحد يجي يهجم عليك راه صعيبه بزاف. انا هادشي نطالب من المخزن عاش الملك، راه هاد السيد راه ما كنفسدش معاه راه بات بنتي وراه طلقته بلا العلم ديالو
وراه رجع باش يردني ودرت حفله باش نرد اعتباري واعتبار ليه، ولكن هاد الناس راه تهجموا عليا وخداو لي فلوسي والناس اللي عندي هربوا تخلعوا. راه انا تنطالب من القانون انه يوقف صفي وياخذ لي حقي من هاد الناس. شوفي اختي تنقولها وتنعاودها، ما عندكش حق نهائيا تهجمي. شفتي العرس؟ شفتي الصداع؟ راه كاين قاده، راه كاين مخزن، ولكن باش تدخلي وحنا دايرين الحفله والناس وكلشي كيصور وتهجمي ودايت غوتي، راه حشومه وعيب. راه كل شهر بشهر وكنعطيه لك، وعمري ما قلت لك صبري ولا شي حاجه، ولكن هذا الشيء اللي درتي راه والله ثم والله راه المغاربه والمخزن كلشي كيعرفوا هي علاش قاده. كما انا زوينه والله عمرها دار، كما انا خايبه. هذا الشيء اللي درتي راه ما نتحملوش وما نتقبلوش من عندك. كل شهر شهر كنعطيك بشهر، عمري عطلت عليك شهر 3200 درهم كل شهر كتاخذيها باش تلقاي الناس وهادي وتدخلي البيت لهي وتهرسي ماريو وتغوتي وداك الشيء. ما نصبرش لك باش تعرفي. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.